ميسي بميسي. أما هناك ضربة جزاء، الإعادة هنا صعب وبالطار وبالصار، لازم لتقدير حكم المباراة هو اللي يكون ستة لو التنفيذ وليس ميسي. كوتينيو يستعد ويتقدم، كوتينيو حطها في الجول، كوتينيو حطها في الجول وسجل الهدف الأول لبرشلونة عند الدقيقة 13. جول البرازيلي مسجل 4 أهداف في الدوري، ها هو يفتح عداده في كأس الملك ويسجل هدف طبعا مفيد جدا بالنسبة إليه من الناحية المعنوية. نعم مفيد جدا بالنسبة إليه، حطها في الزاوية اليمنى، الحارس سوريانو راح مع الكرة ولكنه لم يتمكن من صدها.